بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 86. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن طاعة ولاة الأمور فيما هو من اختصاصهم من الأمر والنهي وغير ذلك أن هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم واجبة وهي مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولكن إذا أمروا بمعصية الله أو بما يخالف شرع الله فإنهم لا يطاعون في ذلك، لا يطاعون في ذلك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما ما دامت أوامرهم في صلاحياتهم ولم يتجاوزوا ما شرعه الله لهم فإن الواجب طاعتهم بالمعروف. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد قوله: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني من أطاعهم في ما حرم الله فإنه اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أهل الكتاب اليهود والنصارى، فاليهود اتخذوا أحبارهم لأن الحبر هو العالم من اليهود، ورهبانهم هذا عند النصارى، والرهبان من الرهبة من الرهبنة، وهي التدين الذي لا أصل له في الشرع. هؤلاء هم الرهبان، اتخذوا أي أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم حرموا ما أحل الله لهم فأطاعوهم، وأحلوا ما حرم الله عليهم فأطاعوهم في ذلك. فهذا اتخاذهم أربابا من دون الله لأنه لا يملك التحليل والتحريم إلا الله سبحانه وتعالى، ليس من صلاحيات العبد أنه يحلل ويحرم من دون الله عز وجل. فمن فعل هذا فقد اتخذ نفسه شريكا، شريكا لله عز وجل، ومن أطاعه فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا أي اليهود والنصارى
إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا عدة أرباب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك الطاعة، لا يطاع مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى، لأن له التصرف في ملكه، وأما غيره فهم محجوزون بأوامر لا تخالف شرع الله عز وجل. نعم. سبحانه عما يشركون. سبحانه نزه نفسه عما يشركون من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا، نزه نفسه عن ذلك، فإنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال، نعم. قال المصنف رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل، لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. فهم أن الرب هو خاص بالذي يملك الملك ويخلق المخلوقات، ولكن هذا فهم ناقص، بل الرب هو حتى من يحلل ويحرم فهو رب. إن لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، ابن عباس قال هذه المقالة لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهون عن التمتع في الحج، من أجل ألا يهجر البيت في سائر السنة، لأنهم إذا تمتعوا أدوا العمرة مع الحج قل من يرتاد البيت. هذا مقصود أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ولكن هذا يخالف قوله تعالى، يخالف ما شرعه الله جل وعلا من تمتع بالعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا في القرآن، تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع معروف هو أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به ثم يؤدي مناسكها ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. أبو بكر وعمر لا يريدون هذا، لأن هذا معناه أن يهجر البيت في سائر السنة. هذا رأيهم وهذا مقصودهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتقولون قال أبو بكر وعمر، فأنكر عليهم غاية الإنكار وخشي أن يعاقبهم الله عز وجل. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. يوشك أي يقرب، يقرب، لأن هذا من أفعال يسمونها أفعال الشروع. يوشك يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم. أي يقرب ويسرع. نعم. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ يريدون أن يعمر البيت ولا يقل رواد البيت العتيق في سائر السنة. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. نعم، إذا أدى مناسك العمرة أي الطواف والسعي فقد اعتمر شاء أم أبى. نعم. فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنين بين الحج والعمرة، فلما طافوا وصلوا إلى مكة وطافوا بالبيت سعوا بين الصفا والمروة أرادوا أن يبقوا على إحرامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، يحلقوا رؤوسهم أو يقصروا ويتحللوا من العمرة، فإذا جاء الحج يوم التروية يحرمون بالحج. هذا هو التمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج. كان ابن عباس يرى هذا، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يحلقوا، أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا ويجعلوها عمرة. فسخ، هذا يسمى فسخ، فسخ الحج إلى العمرة. أمرهم أن يفسخوا الحج الذي أحرموا به من الميقات إلى عمرة، فيتحللوا، إذا جاء يوم التروة يحرمون بالحج. كأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يرون ذلك، لئلا يقل زوار البيت في سائر السنة. فغضب ابن عباس، قال: هذه المقالة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما لأحد قول مع الله جل وعلا، ما لأحد قول مع قول الله سبحانه وتعالى. نعم. لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. نعم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه السنة فقط نتحلل من العمرة، نتحلل، نفسخ الحج إلى العمرة، نفسخ الحج إلى العمرة، أهذا خاص بنا في هذه السنة أو عام؟ قال: بل هو عام إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء لمن استفتي نعم وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك. إذا كان المسؤول له ملكة علمية يقتدر بها أن يختار من أقوال العلماء الراجح منها بالدليل فله ذلك. نعم. إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه في شيء أي شيء نكرة تعم تنازعتم في شيء ومن ذلك الحج والعمرة فردوه إلى الله والرسول إلى كتاب الله الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرسول الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. نعم. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج من ذي الحليفة من ميقات المدينة ومعه الهدي ساقه من الحل، معه 100 بدنة ساقها هديا. هذا الذي منعه من أن يفسخ الحج إلى العمرة، هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يفسخ الحج إلى العمرة الذي أمر به أصحابه، ما منعه إلا أنه ساق الهدي من الحل، والذي ساق الهدي من الحل يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى ينحر الهدي يوم العيد أو ما بعده. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي محل ذبحه ومنتهى الهدي إلى البيت. فهذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهو صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون ما ساق الهدي لأجل أن يحل من العمرة ويتمتع بها إلى الحج. قالوا: ألي عامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل للأبد، بل للأبد إلى أن تقوم الساعة. أن من لم يسق الهدي فإنه يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع. نعم. ولفظه في حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر الطويل الذي وصف به حجة النبي صلى الله عليه وسلم
من ممشاه من المدينة إلى أن رجع إليها، وهو حديث طويل. نعم. ولفظه في حديث جابر رضي الله عنه: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما. تؤيد قول ابن عباس الذي يرى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وهذا هو الموافق للدليل، هذا هو الموافق للدليل. ولهذا أنكر على أبي بكر وعمر والصحابة أنهم لا يرون فسخ الحج إلى العمرة. نعم. وبالجملة، فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. فكيف بالذي يعارض الأحاديث برأي أي واحد أو قول أي واحد من العلماء؟ إذا كان قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعارض الحديث بأقوال من دونهم؟ نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم. الإمام مالك بن أنس رحمه الله أحد الأئمة الأربعة الكبار يقول: أجمع العلماء، حكى الإجماع، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد مهما كان هذا الأحد، حتى له أبو بكر وعمر. نعم. السنة مقدمة. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له. وفي من يقول الآن: ما دامت المسألة فيها خلاف حنا نأخذ بما نريد، نوسع على أنفسنا وعلى الناس ما دام فيها خلاف. ما هو العبرة بالخلاف، العبرة بالدليل، من معه الدليل فهو الذي يؤخذ بقوله، أما من ليس معه دليل فهذا يترك وهو معذور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. نعم. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث. نعم. إذا كان العالم له ملكة وعنده علم فله أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إذا كان مبتدي أو متعالم أو مقلد فليس له أن يدخل في هذا الأمر. نعم. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. نعم. هذا هو الواجب، أنه إذا استبان الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ بالدليل وترك الاجتهاد، ولو كان من عالم كبير وعالم له مكانته، ما دام هو يخطئ بشر، ما دام أن قوله يخالف الدليل فلا يؤخذ به. نعم.
لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. نعم، يسوغ للإمام، الإمام ما هو بكل أحد، للإمام في العلم سوغ له أن يجتهد، وما توصل إليه وترجح عنده عمل به. وأما غير الإمام، الإنسان العادي أو المبتدي في طلب العلم أو المتعالم، فليس له، ولو كان يحفظ الكتب كلها، كتب الفقه كلها، ليس له أن يأخذ ما يريد، ما يأخذ إلا ما عليه دليل من كتاب الله سنة رسوله. إذا كان يعرف هذا، إذا كان ما يعرف يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقاء والسماع ويسافر الرجل. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقاء والسماع ويسافر بلقائه وسماع الحديث منه. نعم. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. نعم، سافر جابر رضي الله عنه إلى مصر لأجل حديث واحد، لأجل حديث واحد يرويه أحد العلماء في مصر، فسافر إليه، مش على طائرة ولا على باخرة ولا لا، على بعير، راح على داب، سافر إلى مصر مسافة شهر، وسأل هذا الرجل الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه عنه ولطم راحلته ورجع إلى المدينة. نعم. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع ويسافر الرجل في طلب باللقى اللقى باللقاء والسماع ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها. الحمد لله، الحديث جمعت في الصحاح والمسانيد وكتب الحديث، توفرت، لا حاجة أنك تسافر للشرق والغرب، راجع هذه الأحاديث المدونة. نعم، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. نعم، كل إمام يذكر الحكم بدليله عنده من كتاب الله وسنة رسوله، ما فيه حكم يقبل إلا بدليله، إذا كان مستندا إلى دليل. نعم. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنه يقولون الآن ما دام المسألة فيها خلاف إحنا نأخذ الأيسر والأسهل، لا، ما يجوز لك يا أخي، ما يجوز لك تأخذ إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي بالمسألة أقوال، المسألة أقوال تبنى على أدلة صحيحة، ولا الأقوال لا عبرة بها. نعم. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. نعم، كما أنكر ابن عباس على الصحابة، على أبي بكر وعمر، أقول قال رسول الله تقولون، قال أبو بكر وعمر،
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعى غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد من العلماء إلا ويؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله على الإطلاق. نعم، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. أي نعم، إما أنه يقدر هذا العالم ويأخذ بقوله ولا ينظر إلى دليله، وإما لأنه لا يستطيع معرفة القول بدليله فيأخذ قول العالم بدون أن يعرف مستنده ويعرف دليله، وهذا لا يجوز. إذا كان هو ما عنده استطاعة يسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا. كل الأئمة ينكرون على من أخذ بقول إمام بدون معرفة دليله ومستنده. نعم. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. نعم. وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أي نعم، الاجتهاد لا ينكر مجتهد على مجتهد لأنهم سواء، فلا يؤخذ بقول إمام بدون معرفة مستنده. نعم. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه. ما في شك، من خالف الكتاب والسنة يجب الرد عليه كائنا من كان. نعم. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، وذلك مجمع عليه. نعم. كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله ويذهبون إلى رأي سفيان. فيه واو ويذهبون؟ عندي واو. معروف أنه ما في واو. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هو؟ سفيان الثوري، إمام التابعين، إمام التابعين سفيان الثوري رحمه الله. نعم. يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، من ترك الدليل وهو يعرفه وأخذ بقول لا دليل عليه لأنه يوافق هواه ربما يبتلى بالزيغ والعياذ بالله والردة عن دين الإسلام فيهلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عنه الفضل بن زياد. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف اللي هو مؤلف فتح المجيد. نعم. هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد: نظرت في المصحف
فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. قال الفضل عن أحمد الفضل نظرت قال الفضل نعم عن أحمد نعم نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يعني نفسه سبحانه وتعالى، والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون، نعم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه. يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ويحكمون سنته بعد موته، فيما شجر بينهم يعني فيما اختلفوا فيه. الاشتجار هو الاختلاف. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، تطيب أنفسهم، تطمئن، ولا يحصل عندهم شكوك. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا ينقادوا انقيادا تاما لقول الرسول وحكمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له، أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد الحنبلي. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. نعم. قال الله تعالى: سفيان الثوري، وهناك سفيان بن عيينة، سفيان الثوري في العراق وسفيان بن عيينة في مكة. نعم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. نعم، الفتنة الكفر والعياذ بالله والردة. نعم. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. نعم، يروون فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها. نعم. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون أنه يؤول إلى زيغ القلوب والعياذ بالله. فالذي يترك العمل بالدليل إلى أقوال العلماء التي لا دليل عليها وإنما هي اجتهاد منهم يبتلى بالزيغ والعياذ بالله. نعم. وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم،
نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. هذا قول باطل. يقولون إذا قيل لهم وين الدليل قالوا ما عندنا استطاعة للدليل. هذا انقطع، انقطع القول بالدليل، هذا انقطع. حنا ناخذ بأقوال الفقهاء ولو لم نعرف دليلها، ما دام قول عالم ومجتهد ناخذ به، ولا عندنا استطاعة لمعرفة الدليل. هذا انقطع، أهله ماتوا. نعم. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه هذا الذي إذا أنكر عليه العالم تقليده قال الذي قلدته أعلم منك، ما يقول جزاك الله خيرا وهذا هو الواجب، لا، يقول أنا مقلد عالم أعلم منك. طيب العالم اللي أعلم مني ما يخطئ، ما يخفى عليه بعض الأمور، هو معصوم. نعم. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. إيه نعم، كل عالم يجوز عليه الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. نعم، الإمام مهما بلغ العالم فإنه لا يحيط بالعلم، العلم أوسع من هذا، العلم بحر غزير. إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أعدله. نعم. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. نعم. كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى. الله جل وعلا عاب على اليهود والنصارى فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فمهما بلغ العالم من العلم ومن الرتبة والشرف فليس بمعصوم، قد يخطي. نعم. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالكتاب يكفي هو القرآن، والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. نعم. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. قلت أن المقلد اللي ما يعتمد على الدليل الصحيح إنما يقلد العلماء ويقول بقولهم، يقولون هذا ليس بعالم، إنما العالم الذي يأخذ القول بدليله والحكم بدليله. نعم. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء
وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. نعم. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها. نعم. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. نعم. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما قال له: كيف تقضي؟ يختبره. قال له: نعم. قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. ولا آلو ولا أقصر يعني الاجتهاد. نعم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم. وساق بإسناده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. نعم. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي. هذا أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. نعم. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: نعم. إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. هذا أبو حنيفة. نعم. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول:
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. نعم. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. يقول المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. نعم. قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يكفي نقف عند فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا السائل يقول: القاعدة التي تقول إن كل جزئية لم يجري عليها عمل السلف من جزئيات النص لا يجوز العمل بها، هل إن كل جزئية لم يجري عليها عمل السلف من جزئيات النص لا يجوز العمل بها؟ من قال هذا؟ هذا كلام لا أصل له. النص باقي وأدلته باقية، والسلف ما أحاطوا بكل ما في الأدلة، ما دام الكتاب والسنة معنا، ما قاله الأئمة على الرأس والعين ونأخذ به، ولكنهم ما قالوا كل ما نحتاج، فلنا أيضا أن نطلب. والحوادث تتجدد والقضايا تتجدد، فتحتاج إلى اجتهاد في النظر فيها. يوم أن كان العلماء الكبار موجودين الحمد لله يرجع إليهم، لكن الآن يرجع إلى الجهات المختصة الموكول إليها الفتوى والقضاء، يرجع إليها في هذا، يرجع إليها في هذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني صاروا يبحثون بينهم وهم ما هم بأهل لهذا. ولو ردوه إلى الرسول، شوف، وإلى أولي الأمر منهم، منهم أولي الأمر العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أراد الرجل الحج فهل يكون التمتع واجبا عليه أم هو مخير بين الأنساك الثلاثة؟ مخير بين الأنساك الثلاثة. نعم. وإذا اختار الإفراد يأتي بالعمرة في وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اجتهد العلماء في تحريم أو تحليل بعض الأمور لمصلحة الناس، هل يعد هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله؟ لمصلحة الناس؟ من قال هذا؟ ما يؤخذ بقول العلماء إلا المستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. نعم. ومصلحة الناس باتباع الدليل. نعم. ما هو مصلحة الناس باتباع أغراضهم وأهوائهم وشهواتهم، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هل فيه دلالة على أن التمتع أفضل من القران؟ أي نعم. التمتع أفضل من القران، تمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا ترتيب الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تختلف المذاهب الأربعة في بعض المسائل الفقهية، فهل الأدلة تختلف عندهم أم أنه فقط اختلافهم في الاجتهاد والاستنباط؟ لا، قد
قد لا تبلغهم الأدلة، ما كل عالم تبلغ كل الأدلة، تبلغ بعضهم ولا تبلغ الآخرين، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الهدهد ماذا قال لسليمان عليه السلام؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فسليمان قبل قوله: اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، اعتمد على قوله هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الفتاوى في المعاملات المالية والقروض وغير ذلك. يقول: هناك بعض الفتاوى في المعاملات المالية وفي القروض، هناك من يقول بأن فتوى بعض الشيوخ تؤخذ بها، والعوام من الناس يقولون: ضعها في رقبة مفتن وأنت ليس عليك ذنب، فهل ما يذكرونه صحيح من هذه المقولة؟ لا، صحيح، إلا عليك ذنب، عليك ذنب، والعالم أو المفتي ما هو بحامل عنك العذاب يوم القيامة، أنت الذي ورطت نفسك في هذا. نعم. تصير مثل اللي يقولون المثال السائر: خل بينك وبين النار مطوع. ما هو بصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذه المقولة وهي إن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان، هل هي صحيحة؟ لا، ما تتغير الفتوى، بل الفتوى مبنية على الكتاب والسنة في كل زمان ومكان، والمكان لا يغيرها والزمان ما يغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض طلبة العلم يقوم بإظهار قول غير مشهور لحكم من الأحكام الشرعية ثم ينشره بين الناس، فهل هذا الفعل صواب؟ لا، ما هو صواب، هذا خطأ، وهذا يحصل به إثم كبير على من فعله، لأنه تحمل الناس الذين أفتاهم وبنوا على كلامه. وعلى إنسان ما يتكلم إلا عن علم صحيح ولا معاه فيها الله، ما يتكلم في المسائل العلمية وهو ما عنده مقدرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض العلماء يقول إنك إذا وثقت بعالم واستفتيته فإنه ليس من الأدب أن تطالبه بالدليل إذا أفتاك ما دمت قد وثقت به، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، العامي ما يحتاج يقول لمن أفتاه وش دليلك، عامي، لكن العالم له أن يطلب الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على المقلد؟ هل يجب عليه أن ينظر في الأدلة كغيره؟ إذا كان عنده استعداد وإدراك يجب عليه أن ينظر في الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العامي إذا التزم رأي عالم من العلماء المعتبرين ولم يخرج عن قوله أبدا، هل تبرأ ذمته بذلك؟ لا، ما تبرأ ذمته بذلك، هل هو اعتمد عليه؟ ما هو معصوم، يخطئ ويصيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان هنا هل هو نفي للكمال أم هو نفي لصحة الإيمان كله؟ لا، نفي كمال الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل العامي نفي كمال الإيمان بالنسبة لغير الرسول، أما الرسول فهو نفي للإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول من المجتهدين فلا، ما يصل إلى هذه المرتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تخرج من الكليات الشرعية فهل يطلق عليه إنه عالم وله أن ينظر في الأدلة ويجتهد؟
إذا كان عنده حصيلة علمية وعنده مقدرة فلا بأس، أما مجرد أنه متخرج هذا ما يكفي، ربما يكون تخرج وما يدري عن شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشرت مقاطع في الجوالات، مقاطع فيديو لبعض الناس يستقبلون السيل بالترحيب وصب القهوة له، فأنكر عليهم بعض الإخوة بأن هذا من البدع وربما جر إلى الشرك، فهل إنكارهم صحيح؟ اي نعم، إنكار الواجب ما يثنى على السيل، يثنى على الله ويشكر الله جل وعلا الذي أنزل السيل والمطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف من يدعو الناس للتبرك به؟ لا، يدعو الناس بالتبرك به لا يصلى خلفه، لأنه يغلو في نفسه تبرك به، شو السبب يتبرك به؟ نعم، تبرك بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال أن بعض المذاهب الفقهية الأربعة أقرب من غيرها إلى الأدلة الشرعية، فمذهب فلان أقرب إلى غيره في الدليل؟ لا، ما يقال هذا، هي كغيرها من مذاهب الأئمة المجتهدين، هي كغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: كيف نرد على من انتقص أو شتم الوهابية؟ اسألوه وش يعني يعتمد عليه في شأن الوهابية، ما عنده خبر، يوحي الناس يقولون وهابية ويحسبهم يعني على حق في ذمها، اسألوه عن لماذا، وش السبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط لصحة الطواف الوضوء؟ وكذلك هل يشترط لصحة الطواف الوضوء؟ اي نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه. فقوله صلاة يعني أنه يشترط له الطهارة. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: وهل يشترط للسعي الوضوء؟ لا، السعي لا يشترط له الطهارة، تستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يستمع إلى دروس العلماء عن طريق الأنترنت، هل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما، إلى آخره؟ إيه نعم، يدخل فيه، ولكن ما هو مثل اللي يجلس عند العلماء ويسافر لهم ويستمع منهم، له نصيب من الفضل والأجر، لكن ما هو مثل اللي يجلس عندهم ويسمع منهم ويسألهم ويجيبونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة لبس العمامة أم هي من العادات؟ العمامة من اللباس، واللباس على حسب عادات الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بحياة المصحف أو حياة القرآن؟ لا، ما يجوز. المصحف ما هو له روح وله حياة مثل بني آدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تعتبر زيارة قبر الأب الكافر سنة ويؤجر عليها الزائر؟ زيارة قبور الكفار للاعتبار والاتعاظ فقط، ولا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، وإنما ينظر إليهم وإلى قبورهم يعتبر ويتعظ فقط. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له أن يزورها، استأذنه أن يستغفر لها، فأبى الله على نبيه أن يستغفر لأمه. نعم.
ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مسألة طلب الشفاعة والدعاء من الميت عند قبره هي مسألة خلافية بين أهل السنة؟ لا، هي مسألة خلافية. لا يدعى عند القبر ولا يصلى عنده، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإنما يزور القبر للاعتبار والاتعاظ إذا كان غير مسلم، وأيضا للدعاء له والسلام عليه إذا كان مسلما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرء إذا خشي من أخيه العين أن يقول له برك أو قل ما شاء الله تبارك الله؟ إيش؟ هل يجوز للمرء إذا خشي من أخيه أن يصيبه بعين أن يقول له برك أو قل ما شاء الله تبارك الله؟ لا، مجرد الخشية، ما إذا سمع منه كلاما، إذا سمع منه كلاما فيه نوع إشكال فإنه يطلب منه ذلك، أما مجرد أنه لا يطلب منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طاعة المخلوق في معصية الله هل تعتبر من الشرك الأكبر؟ إذا قدم قول المخلوق على قول الله ورسوله يصل إلى الشرك الأكبر، أما إذا ما قدم ما بلغ هذه المنزلة فلا، هو محرم لكن ما يصل إلى هذه المنزلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحكم على أخيه المسلم بمجرد الظن فقط؟ لا، ما يجوز. يحسن الظن بأخيه المسلم ولا يسيء الظن به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قول بعض الناس إذا نجا من شيء في البحر يقول: كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، هل هذا من الشرك وكفر النعمة؟ إيه نعم، ما يقول هذا، وإنما يسند هذا إلى الله عز وجل وإلى لطف الله وفضل الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما حكم بيع القرود وما حكم أكل لحمها؟ كله حرام. القرود خبائث، نوع من الكلاب، ولا يجوز بيعها ولا أكل لحمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التبرك بمسح منبره؟ مسجد؟ بمسح منبره، التبرك بمسح المنبر وتقبيل حجرة. المنبر مخلوق وطين، إنما يتبرك بمن فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، من الشعر، من انفصل من الشعر، من العرق، فهذا الذي يتبرك به. أما ما كان ليس منفصلا من جسم الرسول هذا لا يتبرك به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أفرض النقاب على زوجتي وأن تغطي وجهها، أم أن لها أن تكتفي بالحجاب دون تغطية الوجه؟ لا، ما تغطي الحجاب هو تغطية الوجه. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. والوجه هو أعظم الزينة، الوجه هو أعظم الزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن يعني يغطن وجوههن من الجلباب، من طرف الجلباب وهو الجلال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك أخوان متشاحنين وصار يبغض أحدهما الآخر لأمور حدثت بينهما، لكن كل واحد منهما يلقي السلام على الآخر، فهل هذا من الهجر المنهي عنه؟ لا، ما دام يسلم عليه ما هو هجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قطع الإنجاب نهائيا إذا طالب به أحد الزوجين؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الغرض منه ترتيب الإنجاب لا بأس به للحاجة، وأما قطعه فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الملح وقراءة الرقية الشرعية عليه ثم رشه في المنزل؟ هذا من أفعال الجاهلية ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم تقوم بالمراجعة في يوم من أيام السنة، ويسمون هذا اليوم يوم الهمة، هل تجوز هذه التسمية؟ يوم الهمة. وهل تجوز هذه التسمية؟ وهل هذا الفعل مشروع، تخصيص يوم للمراجعة؟ تسميته بيوم الهمة لا أصل له، لا أصل له، وش الهمة؟ وأما أنهم يخصون يوم للمراجعة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مر بالميقات وهو ليس بمريد للعمرة، فهل يجب عليه الإحرام؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد، أما لما يريد يتعدى ولا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي لا يصلي وأمي تعيش معه وتأكل وتشرب معه، هل يجب عليها أن تنصحه بالصلاة أو تتركه وتذهب عند أهلها؟ وأيضا هل ترثه إن مات على ذلك؟ والله هذه راجع القاضي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقترض من رجل أعلم أنه يأخذ الربا من البنوك علما أنه لا يأخذ مني أي زيادة؟ إذا كنت تعلم أن ماله حرام أو بعض حرام فلا تأخذ منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: والدتي تضع أموالها في بنك الربوي وتأخذ أيضا ربا من البنك على هذه الأموال، وقد ناصحتها لكنها لم تستجب، أحياناً أحتاج إلى أن أقترض.